الحمد لله انا اشتغل على صعيد المصرف اكثر من عمل، اشتغل على جنب فرق اخرى الى جانب الفرقه اللي كانت راسها هي المسرح المفتوح اللي كنعمل كمدير اداري وفني ليها، واللي الحمد لله متواجده في الساحه، قدمت اعمال لتصورات التلفزيون، مؤخرا كانت عيوط الشاويه واللي هي مسرحيه الحمد لله لقد واحد نسبه من النجاح، وانها دعمت الى جانب عروض مسرحيه اخرى من طرف الوزاره المنتدبه المكلفه بالجاليه المغاربه بالمغرب المقيمين بالخارج وشؤون الجاليه او شؤون الهجره. الحمد لله قدمنا عروض في الديال الاوروبيه، واول عرض مسرحي وقدم في سويسرا كان لنا شرف تنظيمه وتقديمه نحن في المسرح المفتوح بمسرحية عيوط الشاوية، وقدمنا عروض في بلجيكا وفرنسا، ومازال عندنا عروض ان شاء الله غادي نقدمها في اسبانيا، الى جانب عروض في المغرب مجموعة المدن المغربية. الحمد لله احنا متواجدين في الساحة نستغل الحمد لله، ماشي ضروري انه تكون البهرجة ويكون الضجيج، وكان بعض المرات يكون جعجعة ولا طحين، ما عنديش انا هذا الجانب، هذا يكون راه هو انا، ولكن ما بعد ذلك شنو هو النتيجة؟ النتيجة هو انك خصك تقدم واحد العمل اللي يكون راضي عليه الجمهور ديالك، ونكون راضي عليه انا اولا، لان العمل ما كنتش راضي عليه ما نقدموش. انا ماشي ممثل كوميدي بهذا الوصف هذا، انا طبيعه الاعمال اللي كترضى عليا كتكون ذات طابع كوميدي، مي قدمت مجموعه من الاعمال لم اكون فيها بكوميدي بهذا المعنى. هذا الادوار كيف ما بغات تكون، انا ممثل كان خصني اي دور راني كنمثلو، ما عنديش عندي مثلت ادوار الحمد لله اللي كانت ناجحه وما كانتش كوميديا، ما مثلت المصابون، ما كانش في حسن كيات، كان مريض نفسي، مثلت الواد الى جانب حسن الفد وفاطمه خير وسعاد صابر ومجموعه اخرى من الممثلين، ما كانش مثلت مجموعة أخرى منها مسلسلات تاريخية أيضا باللغة العربية الفصحى، يعني مش ضروري أنه تيكون دور كوميدي عاد مثله. أنا بطبيعتي كيف قلت لك أنا ممثل، أي دور تعرض عليا والدور هو اللي كيفرض نفسه واش غيكون كوميدي ولا ما غاينش كوميدي. يمكن نكون صادق معكم ونقول لكم حسن المكيات لا يهتم بالكم إنما يهتم بالكيف، لا يهمني السينما ولا التلفزيون ولا أي مجال من المجالات ديال الدراما، بقدر ما كيهمني انكم تكونوا راضيين عليا وانني نكون عند حسن الظن ديالكم وتحبوني باخلاص، ماشي تحبوني لانه درت هذا الدور او درت هذا الدور، لان ربما لحبيتوا انا واحد الدور غدا بعد غدا ندير واحد الدور نخاف يصدمكم وتغير وجهه نظركم، تحبوني انا كحسن المكيات او نلقب كل شيء، وتحبوني بالاعمال اللي تحترم الذوق ديالكم والثقافه ديالكم.